بسم الله سيدي. هيا سيدي. الاسم ديالي بوتقارة العربي، ساكن بمدينة شيرة أكادير. نعم سيدي، خالتي تمثير فاطمة الزهراء نهيلة عشوشة حجة حفيظة مولاي المهدي الحاج. يعني انت الخال ديالهم؟ يا سيدي الله يحفظك. يعني كنشوفوا يعني كنعاود لنا الوضعية ديالك كي دايرة في العربي. الوضعية ديالها سي احمد، اولا بعدا كنشكرو شوفتي فيلي جات اليوم باش تصور معنا اللايف او الفيديو، شكرا جزيلا. شفتي فيلي ديما كتاتينا بالجديد، كتجي عندنا في الضاره وفي الساره وكيكتشفوا الحقيقه ديالنا والحقيقه ديال ولاد الشعب. شكرا اولا بعدا، الشكر الجزيل السي احمد. نعم سيدي، انا ولد الشعب، ولد المغرب، راه كامل كيعرفونا، كلشي كامل، كلشي كي الله يحفظك، كلشي كيعرفنا وكلشي، العالم كامل ماشي غير اكادير ولا عايشين بخير وعلى خير. انت كتشوف سيدي انا خدام في البارك، انت كتشوف غارديان ديال البارك، كنحضيو الناس الطوموبيلات ديالهم، كيجيو عندنا الناس من انحاء العالم ماشي غير المغرب، من انحاء العالم، ميريكان، كندا، هولندا، فرنسا، كيبلصيو عندنا الحديد ديالهم هنايا وكيخليو لنا الامانه ديالهم وكيلقاوها بخير وعلى خير، ما عمر وقعنا شي حاجه. ما نكذبش عليك سيدي، كان البارك كانت عنده الهيبه وكان عنده المسائل ديالو، ولكن مؤخرا هاد الايامات فاش كانت هاد الازمه هادي وهاد الغلاء هذا كما كتشوفوا كل شيء غالي، الأزمة عالميا ماشي على المغرب، تنقص سيدي ب70%، أقسم بالله العلي العظيم، وهذا الأذان هذا والعواشير هذه ما بقينا كنصوروا والو هنايا، كيبلصيو عندك الطوموبيلات كيهربوا لك، كيخلصك واحد كيهربوا لك 10، وأنت كيف. نعم سيدي، اش غادي نقول لك، راه كلشي كيعرف الحقيقه، كلشي كيعرف الحقيقه. صفرات تما مشات للحيج، انت كتشوف خلونا الله الله ما سيدي، والله العظيم بالله كما كتشوف، انت كتشوف سيدي قدام عينيك الناس اللي كيطلعوا فينا بشويه، شي كيعطي 40 ريال ايوا، انت كتشوف كما كتشوف سيدي كلشي كيعرف الحقيقه، وكلشي كيعرف وكلشي كما كتشوف. ايوا الحقيقه الله اعلم، انا ما نكذبش عليك، الله اعلم، الله اعلم، والو تقول انت كتشوف سيدي الله اعلم اشنو فريوسهم اشنو، الله اعلم، الله سبحانه وتعالى غادي يجازي كل واحد. كل الصدقه في الاقرب الاولى، ولكن انت كتشوف الله يرحميك الوالدين، العواشر هذه ما عندنا باش نعيدوا، ما عندنا كما كانت الهيبه في البارك، وكان دابا كاينه الازمه وكاين المشاكل، عباد الله مساكن كلشي غالي، ها انت كتشوف ما بقينا كنصوروا والو، ها انت كتشوف سيدي الله يرحم والديك. واش غادي نقول لك، الله اعلم حتى هي واش عندها الازمه ولا الله اعلم، ما كنشوفوهاش، ما كنشوفوهاش، ما كنثقوا عليها حتى شي خبر، الله اعلم. رمضان دوزناه لك شفاء ومن بعد رمضان عاوتاني، انت كتشوف العواشر في الازمه، راه كنتي عندنا السي احمد في رمضان وشتي الحقيقه ديالنا وشتي كلشي والحمد لله. ايوا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى القلوب تحن، تحل القلوب ويعقلوا علينا، لان راه كيعرفوا ما عندنا لا حرفه، ما عندنا ما قاريينش، خلونا الوالدين ميتين، خلونا صغار، الوالد خلانا صغار، والوالده مسكينه ضربت علينا تما راه حتى كبرتنا وما قاريينش، ودابا راه الوقت طورات،
الوقت طورات، الوقت سيدي طورات، دابا راه 2023 والي والي. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحنوا فينا ويشوفوا فينا بعين الرحمة، والحمد لله والشكر لله. ايوا سيدي ما نكذبش عليك، ما والله العظيم بالله العلي العظيم ما عندنا باش، ما انا بعدا انا خصوصا انا ما عندي باش نعيد. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي كيشوفنا في هذا المباشر هذا او اللي كيعرفنا يحن فينا ويدير الله شي تاويل تاع الخير تاع حنا باش نعيدوا كي بحالنا كي بحال ولاد الشعب. يا سيدي، والنصيحه اللي غادي ننصح انا المغاربه كاملين، الله يرحم ليهم الوالدين اللي عنده الفلوس في هذه العواشر هذه، يفرح الوليدات يفرح العائلات اللي ما عندهمش. وراه ان شاء الله راه كما كتعرفوا راه شحال من عائله ما غاديش تعيد. الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده الفلوس، صحاب الفلوس الله يرحم لكم، كنقولوها وكنعاودوها، الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده الفلوس في المغرب كامل او في الامه الاسلاميه، ماشي غير في المغرب، الامه الاسلاميه العالميه، يعتقوا. ولكن علاش يعني ربما انت يعني السيده من العائله ديك لاباس عليها، علاش ما كتعتقدش؟ ايوا كما كنقول لك الله اعلم، يا راه هي كاينه في الامارات، الله اعلم، ما كنعرفوا عليها، ما كنعرفوا عليها ما والو. انت كما كتشوف سيدي واش مكرفص السلعه؟ ايوا الصراحه تقال والله الا مكرفصين بالله. انت كما كتشوف ما عندنا لا حرفه لا والو، انت كيعطيوك درهم كيقولوا لك حتى نرجع، كيهربوا لك وكيشمتوك وكي يلا زيد باش كنصور انا 40 درهم 30 درهم، واش غادي نعيد انا ب 30 درهم ولا 40 درهم؟ واش غادي نعيد بها؟ كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحن فينا، يحنوا فينا ويشوفوا فينا بعين الرحمه ان شاء الله. فيه صعوبة بزاف، ماشي غير فيه الصعوبات، صعوبات كثيرة. راه المغاربة كامل كيعرفوا بحق البارك وكيعرفوا البارك وكيعرفوا شنو واقع، المغاربة كامل من طنجة حتى للقويرة فيها الصعوبات بزاف، فيها المشاكل، كيخليو ليك الناس الطوموبيلات الجيجان محلولين، السكيرية كيهرسوا الجيجان، يا بالليل عاوتاني كيجيو كيهزوا السيوفة كيهزوا، خصك المخاطر من 7 الصباح حتى ل 12 تاع الليل في البرد. دابا نيت راه كاين البرد والله ما لابس والو، شوفها كاين في البرد. يلا باش ما نخليش لعباد الله الطوموبيلات ديالهم. انت كما كتشوف السي احمد فيلمي معايا شحال من طوموبيله كاينه هنايا، الله يرحم ليك الوالدين، باش ما نخليوش ليهم باش ما يكون حتى شي مشكل. والحمد لله والشكر لله، شكرا جلالة محمد السادس، الله ينصر الله يشافيه، الله يرحم محمد الخامس، الله يرحم الحسن الثاني، الله يخلينا مولاي الحسن، والله يخلي لنا مولاي رشيد والأسرة العلوية كاملها. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى كل شيء يعيد في هذه العواشر هذه، كل شيء يعيد، كل شيء يعيد، كل شيء من طنجة حتى القويرة، ما بغينا حتى شي واحد ما غاديش يعيد، كل شيء بغينا يعيد ويدوزوا العواشر بخير وعلى خير. صفر 6 21 35 13 95. ايوا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يشوفوا فينا بعين الرحمه ان شاء الله في هذه العواشر هذه، باش حتى حنا نعيدوا نحسوا بواحد الفرحه، لان حشومه واحد يعيد واحد ما يعيد، ماشي غير انا، ما كنهضرش على راسي، المغاربه كاملين، المغاربه كاملين كنتمنوا من لهم، كنتمنوا لهم الخير، الخير الكبير، كل شيء يعيد، كل شيء يفرح، كل شيء. اللي عنده الوليدات، اللي عنده الوليدات ميتين ميتين لهم والديهم او هربوا لهم الوالدين ديالهم حتى هما يعيدوا، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى، وكنتمنوا من الناس اللي عندهم الفلوس الله يرحم لهم الوالدين، يعتقوا البوفريا، يعتقوا البوفريا، الله يرحم لهم الوالدين.